أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العربية والدولية والمحلية، ونبدأ بالعناوين. جاء في المدى: حكومة ذي قار تحمل قيادة عمليات سومر مسؤولية تصعيد العنف تجاه المتظاهرين. ونتصفح في الشرق الأوسط: توافق بين ماكرون وبوتين على ضرورة نزع فتيل التصعيد في أوكرانيا. الزمان عنونت: ديالة تعلن فقدان نحو 200,000 نخلة. نتصفح في واشنطن بوست: إدارة بايدن كانت قادرة على وقف الحرب اليمنية ولكنها ازدادت سوءا. العرب الجديد عنونت: السلطات العراقية تعلن التوصل إلى خيوط مهمة بشأن هجوم مطار بغداد. وجاء في القدس العربي: مسؤولون أمريكيون روسيا تنقل إمدادات دم قرب حدود أوكرانيا. ونطالع في شفق نيوز: خبير قانوني: الهجمات على السفارات والمطارات قد تعرض العراق لعقوبات دولية. أهلا بكم. يقول الكاتب جهاد بشير في مقال نشرته صحيفة البصائر: منذ أن تفجرت أزمة نتائج الانتخابات بين كتل العملية السياسية وميليشياتها في العراق، لم تكف إيران عن ضخ الوساطات على مختلف المستويات والسبل بهدف توحيد اتجاهات ومواقف البيت الشيعي تجاه الإطار التنسيقي الذي يريد تسيير المشهد العراقي وفق رغبته الخاصة، بعدما فسح المجال له واسعا ليتحرك ضمن مساحات أوسع من أي وقت مضى. وفيما يبدو أن طهران باتت تدرك جيدا أن خيار اللعب على الطائفية انتهى مفعوله منذ حين، ولا سيما بعد اشتداد الخلافات التي أفضت إلى صراعات حقيقية بين ميليشياتها وحكومة بغداد على جبهة، وبين أحزاب وكتل تدعمها والتيار الصدر على جبهة أخرى. وضعت ثورة تشرين بصرف النظر عن مآلاتها حدا واضحا وصريحا للطائفية بوصفها سلاحا يراد له الاستمرار في توجهه صوب مكونات المجتمع العراقي، وزادت عليه بتشخيصها أصل المشكلة في البلاد باتهام إيران مباشرة بعبثها في البلاد تارة، والإصرار على فساد المنظومة السياسية الذي لا يصلحه إلا إسقاطها تارة أخرى. ولما تأخرت طهران أدواتها خطوة في هذا السياق، حاولت أن تعوضها بالعنف المفرط والقوة المميتة تجاه متظاهري الثورة الذين كانوا بالأمس هدفاً ظنته أحزاب السلطة نافعاً في توجيهه وتسييره طائفياً بناءً على وصفه حاضنة شعبية ذات اتجاه مذهبي معين. في المرحلة السياسية في أعقاب ثورة تشرين، وجدت أحزاب إيران وميليشياتها أنفسها مشتتة التوجه، وهذه نتيجة منطقية لعماة البصيرة الذين كانت تعوضه سابقاً بأداة الطائفية لاستمرار سيطرتها سياسياً وميدانياً. فلما أمست هذه الأداة فاشلة في تسيير الأوضاع، ظهرت الحقائق وبانت معطياتها كاشفة وفاضحة لحقيقة الشراكة التي جمعت هذه الأحزاب تحت مسمى العملية السياسية. وفي أو تجربة لها، وهي مجردة عن غطائها، سقطت في مستنقع التخذيل والتخوين، وتهاوت في أزمة من الصراع لا يبدو أمد انتهائه قريباً. لعل من أكثر المشاهد سخرية بما يكشف عن حقيقة الأزمة التي تغشى أحزاب إيران وميليشياتها في العراق، ومحاولة معرفتها رغبة واشنطن تجاه المرحلة المقبلة. نعم، هي رغبة واشنطن ما صدر من تصريح عن الإطار التنسيقي بأن قائان لديه أدلة عن وجود تدخل خارجي في العملية السياسية، فجاء مهرولا إلى النجف
وبغداد ليعرضها على أطراف الخلاف، وكأنه عراقي الأصل والفصل حتى يجيز لنفسه بهذا القبح والسخف أن يخرج ذاته ونظام بلاده من وصف التدخل الخارجي. مركز رسام نشر مقالا عن صراع نفوذ أم صراع مكاسب. حسين صالح السبعاوي في موقع رسام للدراسات له مقال يقول فيه: ظهرت الخلافات السياسية بين القوى المشاركة في الانتخابات الأخيرة، وكان من أبرزها هو الخلاف بين الإطار التنسيقي الخاسر في الانتخابات وبين التيار الصدري، حيث يتكون الإطار التنسيقي، يقول الكاتب، من عدة أحزاب وميليشيات، وعادة ما كان اختيار رئيس الوزراء من بينهم في الفترات السابقة منذ 2003 إلى آخر رئيس وزراء عادل عبد المهدي الذي كان من المجلس الأعلى، بينما التيار الصدري قوة واحدة، كيان سياسي واحد وميليشيا واحدة، وهو ما يعرف بسرايا السلام. الخلاف الأخير فيما بينهم هو أن التيار يريد تشكيل حكومة أغلبية، بينما الإطار التنسيقي يرفض هذا الطرح لأنه سيكون خارج الحكومة وسوف يفقد الكثير من الميزات التي كان يحصل عليها من الحكومة. وقد يقوم التيار باستهداف بعض الشخصيات من بينهم بعد تشكيل الحكومة، وخاصة زعيم دولة القانون نور المالكي رئيس الوزراء الأسبق، سيما أن هناك خلاف بين الأخير والتيار الصدري، وهذا الخلاف ما زال قائما. ومن خلال معرفتنا بهذا الخلاف سوف نستطيع أن نتوقع نوع الحكومة التي سوف تشكل، وما هي أهم أهدافها وأهم السيناريوهات المحتملة التي سوف تحدث بعد تشكيل الحكومة. بالنسبة للإطار التنسيقي، يدرك جيدا بأن إخراجه من الحكومة سوف يضعفه، وأن مقتدى الصدر إذا ما شكل الحكومة وفق رؤيته سوف يحاسب كل من يعترض عليه، سيما أن لكل قيادي في الإطار التنسيقي عليه ملفات كثيرة وممكن استخدامها والزج فيه داخل السجن، لذا سوف تستخدم جماعة الإطار كل السبل لمنع التيار من تشكيل الحكومة، سواء من خلال الإغراء أو الدهاء أو حتى استخدام العنف ضده أو ضد شركائه من المكونات الأخرى. وقد ظهرت هذه المؤشرات في الأحداث الأخيرة التي استهدفت مقرات حزب تقدم وعزم والحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد. هذه أهم السيناريوهات التي ممكن حدوثها في الأيام القليلة المقبلة، ومن الصعب جدا ترجيح أحدهما على الآخر، لكن كل الاحتمالات واردة تماما بما فيها الصدام المسلح بينهم. أما قضية الفساد وتقديم الخدمات وتحسين حالة المواطن المعيشية ومخيمات النزوح والمهجرين والمعتقلين فلن يطرأ عليها أي شيء يذكر، وسوف تبقى الأمور على ما هي عليه، بل ستسوء الحالة أكثر وأكثر. ما خطورة بقاء السلاح بيد عصابات وعشائر وأشخاص منفلتين؟ سؤال وجيه. جواد التونسي في موقع كتابات يقول: الجواد التونسي، إن الإشكالية الرئيسة التي تعيق حسم ملف حصر السلاح تتعلق بإدراك الأحزاب ذات الأذرع المسلحة أنها غير مقبولة جماهيريا وإقليميا وحتى دوليا، وبالتالي فإن قوتها ونفوذها يرتبطان ارتباطا وثيقا بقوة أذرعها المسلحة وليس رصيدها الجماهيري. لم تتخذ الحكومات التي توالت على حكم العراق ما بعد عام 2003 للأسف الشديد خطورة بقاء السلاح بيد جماعات مسلحة مدعومة من قبل أطراف إقليمية مجاورة وأشخاص منفلتين، ولحد الآن لا توجد أي خطوات جدية في هذا السياق، ولم تتخذه حتى حكومة السيد الكاظمي حتى هذا الوقت. ولعل ما يعقد إمكانية حصر السلاح بيد الدولة هو أنه بات منصة للكسب السياسي والاقتصادي لكتل برلمانية رئيسة، حيث نرى بأن وجود تلك القوى وتأثيرها على المشهد العراقي مرتبط بشكل وثيق بامتلاكها جماعات مسلحة،
كما يبرز تحد آخر يتعلق بالدعم الكبير الذي توفره تلك الدول الإقليمية المحيطة بالعراق. ورغم التأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة لما لمسه الشعب العراقي من مخاطر على السلم الأهلي، إلا أنه لم تتمكن تلك الحكومات من حصر السلاح بيد الدولة على مدى 19 سنة خلت. كما يمكن القول بأن بقاء السلاح خارج سيطرة الدولة يعد عائقاً حقيقياً أمام كل خطوات الإصلاح التي نتطلع إليها كشعب ثائر منتفض بوجه الفساد وسراق المال العام. وأكثر من ذلك، فإنه يرفع من حالة الفوضى في المجتمع المسالم، وتشير تلك المعطيات إلى أن الأحزاب التي تمتلك جماعات مسلحة لن تتخلى عن سلاحها بسهولة، خصوصاً وأنه يمثل المدخل الرئيس لنفوذها على الدولة. لا شك أن المحاصصة الطائفية التي تشكلت في دولتنا العميقة بين مزدوجين العراق كانت تعيق إمكانية التوصل إلى حسم هذا الملف، كونها أخضعت كل رؤساء الوزراء السابقين لإملاءات تلك الأحزاب، وأن سلاحها بات يمثل منصة للسيطرة على موارد الاقتصاد في البلاد، وهم أي الجماعات المسلحة يمثلون شبكة مصالح مالية لن يتم التخلي عنها بسهولة. عن المتغيرات في الوضع الدولي كتب منير شفيق مقالا في عربي 21، جاء فيه: أكدت إدارة بايدن على أن أولويتها الاستراتيجية راحت تعتبر الصين عدوها الأول أو الأخطر، ولكنها جعلت الصراع مع روسيا في مستوى ثان تماما وأحيانا موازيا للصين أو على مرتبة واحدة. أما بالنسبة إلى الصراع عمليا ضد إيران، فقد دأبت إدارة بايدن على جعله بمثابة الأولوية في إيجاد حل لاتفاق نووي يجدد الاتفاق السابق الذي انسحبت منه إدارة ترامب، ولكنها وصلت ما ورثته من ترامب وراحت تزيد عليه شروطا تتعدى العودة إلى الاتفاق السابق مع الاستمرار في العقوبات التي وضعتها إدارة ترامب بعد انسحابها من الاتفاق. متابعة الحراك الدبلوماسي للولايات المتحدة يكشف نشاطا أقل في التعامل مع الصين كأولوية، فيما أخذت تنشغل أكثر في الصراع مع روسيا تصعيداً وتأزيماً إلى حد وضع السيف مشهراً مقابل السيف، كما لو كانت روسيا وحيدة في الأولوية والعدو الأخطر، على أن هذا البعد يتحرك بطريقة المتسلل وليس المستفز المباشر كما يحدث في المواجهات السياسية والتحركات العسكرية، مما يسمح بإنامة اليقظة أو بالتأجيل، وهذه سلبية لا يبين خطرها إلا بعد فوات الأوان، وهو ما وقعت أمريكا بمثله طوال 20 عاماً بعد انهيار المعسكر الاشتراكي وانفراط عقد الاتحاد السوفيتي وانتقال الصين إلى مرحلتها الثالثة داخلياً بعد مرحلة تينغ تساو بينغ، وذلك من خلال الغفلة مما يجري في روسيا وفي الصين خصوصاً في العشرية الأولى من الألفية الثالثة. وبكلمة، على الرغم من اعتبار الصين العدو رقم واحد وانتقال الأولوية الاستراتيجية الأمريكية إلى مواجهتها، إلا أن اشتعال المواجهة انتقل إلى صدام يكاد يصل إلى حرب حامية مع روسيا في الموضوع الأوكراني، بل يمكن القول لولا الخوف من الحرب النووية لاندلعت الحرب أو لأصبحت متوقعة في كل لحظة. إذن إن من يتابع الحشود الروسية على الحدود الأوكرانية، والأخطر من ذلك من يتابع ما يجري من تسليح غربي للجيش الأوكراني بين مزدوجين جيش كييف، عليه أن يعتبر الحرب واقعة حتى لو كنا في مرحلة ما قبل القنبلة النووية. مثلا، أرسلت بريطانيا بين 23 و25 من شهر كانون الثاني يناير الجاري طائرات إلى كييف تحمل 450 طنا من الأسلحة المضادة للدبابات ومن الصواريخ الهجومية متوسطة المدى إن لم تكن بعيدة المدى، ولكن حتى مع استبعاد اندلاع الحرب يجب أن ينظر إلى ما يجري من مواجهة روسية أمريكية ناتوية عدا ألمانيا،
في أوكرانيا وحول أوكرانيا بالتحديد بمثابة حرب حقيقية بلا نيران. أما في التايمز، نشر صحيفة التايمز تقريراً أعدته المراسلة الدبلوماسية كاثرين فيليب ومحرر شؤون الحكومة كريس سميث، قال فيه أن الحكومة الأمريكية عبرت عن قلقها من المال الروسي القذر في لندن، والذي سيعقد من مهمة الولايات المتحدة فرض عقوبات ضد موسكو حال قرر الرئيس فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا. إن المسؤولين الأمريكيين عبروا عن مخاوفهم من تعقيدات فرض العقوبات نظراً لتسامح بريطانيا مع المال المشبوه الذي تدفق على لندن عبر السنين. ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية قولها إن مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية عبروا عن غضبهم وإحباطهم من فشل الحكومة البريطانية بالتحرك ضد المال الروسي، وبخاصة في لندن جراد كما تسمى ربطاً بروسيا. وأشار المصدر هناك خوفاً من رسوخ المال الروس في لندن بدرجة لم تعد هناك فرصة لاستخدامه كورقة ضغط ضد بوتين. وقال المصدر في واشنطن يتحدث بايدن عن فرض عقوبات على بوتين، ولكنها ستكون رمزية، فبوتين لا يحتفظ بماله في الخارج، وكله باسم جماعات المصالح، ومعظمه في أحياء لندن الفاخرة كنايتس بريدج وبلغريفيا وتحت سمع ونظر حكومتكم. وتضيف الصحيفة أن الخلاف حصل وسط زيادة التوتر بشأن الأزمة في أوكرانيا وإمكانية غزو روسي لها. وقال مصدر استخباراتي غربي أن روسيا بعيدة أسبوعين فقط عن إكمال حشد القوة الكافية للسيطرة على أوكرانيا. وطلب المركز الوطني البريطاني للأمن الإلكتروني من المنظمات البريطانية تقوية دفاعاتها خشية إطلاق الروس العنان لهجمات إلكترونية كبيرة. منظمة الشفافية العالمية قالت إن هناك عقارات بيعت في لندن بمال روسي مشبوه قيمته مليار جنيه استرليني تماماً. واتهم النائب المحافظ جون بين روز مسؤول مكافحة الفساد في حكومة بوريسون جونسون بتأخير قانون الجريمة الاقتصادية، والذي سيكشف عن استخدام أصحاب المصالح الشركات الوهمية لشراء عقارات في بريطانيا. عن عودة مسلسل داعش والسياق السياسي، كتب بشير البكر مقالا في صحيفة العربي الجديد، جاء فيه تشكل عودة تنظيم الدولة الإسلامية ما يسمى داعش في سوريا والعراق خرقا أمنيا واضحا يتسع مداه تدريجيا، حتى صرنا نشهد عمليات كبيرة، ويبقى هجوم سجن غويران في مدينة الحسكة جديرا بالاهتمام منذ القضاء على التنظيم في العراق في 2017 وفي سوريا في 2019، لأنها تصب في محاولة داعش استعادة المبادرة بقوة بعد أن قام خلال الأشهر الأخيرة بعدة هجمات تخريبية في البادية السورية ومناطق متفرقة من العراق. ما جرى في مدينتي الحسكة السورية وديالى العراقية من هجمات لداعش في وقت متقارب ليس بلا سياق سياسي، غير بعيد عن عدم نجاح قسد في إدارة منطقة الجزيرة السورية سياسيا وأمنيا واجتماعيا، حتى أنها لا تحظى بتأييد تام من المكون الكردي، والأمر ذاته ينسحب على الحشد الشعبي في العراق الذي تأسس لمحاربة داعش وأصبح بلا عمل ولا دور بعد معركة الموصل. وبعيدا عن فشل مشروع قسد أو نجاحه في الجزيرة السورية، فإن دورها الوظيفي لقطع طريق عودة داعش يبقى قائما، على الرغم من أنه محفوف بالمخاوف من أن ينتهي القتال في حارات الأحياء العربية وشوارعها في الحسكة إلى وصم هذا القسم من المدينة بالدعشنة، وسيواجه في هذه الحال مصير الموصل والرقة من تدمير وتهجير. ثم إن توقيت هجمات داعش في العراق في هذا الظرف يشكل هدية ثمينة لإيران وأنصارها الذين خسروا مواقعهم عن طريق صناديق الاقتراع،
ويجري اليوم توظيف عودة داعش لخلط الأوراق وقطع الطريق على توجهات مقتدى الصدر الذي حاز تياره على المرتبة الأولى في مجلس النواب، وهو يحاول تشكيل حكومة غير خاضعة للنفوذ الإيراني. ومن شأن التلويح بداعش والاستنفار من أجل المجهود الحربي أن يهمش مساعيه السياسية. إذن لا تزال الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تسببت ببروز التنظيم موجودة، وبالتالي بقيت الحاجة الماسة قائمة لمقاربات ثقافية اجتماعية سياسية اقتصادية في نفس الوقت للقضاء على الفكر المتطرف وعدم معالجة الآثار السياسية التي ترتبط ارتباطا وثيقا على معركتي الرقة والموصل. فإن واشنطن لم تجرف الركام أو تعمر بيتا واحدا على الأقل من بين ملايين المنازل التي تهدمت، وتركت ملايين العراقيين يعيشون بين الركام وفي مخيمات لا تقي من حر الصيف وبرد الشتاء، والأمر ذاته في محافظة الرقة السورية، الأمر الذي يتطلب مراجعة جادة بعيدا كل البعد عن الأسلحة. وبعيدا عن السياحة عن السياسة بالأحرى، اكتست مدينة القدس بحلة بيضاء بعد التساقط الكثيف للثلوج على المدينة، وبدأ تراكم الثلوج في أنحاء المدينة بما فيها المسجد الأقصى المبارك، ولكنها غطت المباني والشوارع بحلة بيضاء في ساعات فجر الخميس، وسارع الفلسطينيون لالتقاط الصور واللهو بالثلج في ساعات الليل، ولكن وجوده مزداد بشكل ملحوظ نهاية الأسبوع. كما تدفق فلسطينيون إلى المسجد الأقصى المبارك لالتقاط الصور التذكارية في ساحاته وباحاته، وأغلقت المدارس أبوابها، فيما توقفت حركة المواصلات العامة بين الأحياء في المدينة. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.